زيارة استثنائية يقوم بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى كوريا الشمالية في وقت يمر خلاله العالم بتوترات إقليمية وجيوسياسية غيرت من الخريطة التجارية الدولية، وذلك في ظل صراع الهيمنة الدولية التي تتمثل في الولايات المتحدة وأوروبا المتحدتان ضد التوسع الروسي مع حربها ضد أوكرانيا. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون اتفقا خلال الزيارة على خلق شراكة استراتيجية مختلفة عن السابق، لا سيما أن زيارة بوتين تعد الأولى منذ 24 عاماً فور تولي بوتين حكم روسيا. الملف الأشمل الذي تصدر طاولة المفاوضات هو كيفية التصدي للعقوبات الأمريكية التي فرضت على الجانب الروسي منذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا في فبراير 2022. فمع تزايد عزلتها عن الساحة الدولية تبحث موسكو عن حلفاء ومن بينهم كوريا الشمالية. ووفقاً للدول الغربية تمثل زيارة بوتين إلى بيونغ يانغ فرصة لتزويد موسكو بالذخائر وبكميات كبيرة منها، وهو ما يثير حفيظة الغرب من الزيارة التي يعدونها بداية للتكتل الأوحد في المنطقة، بعدما أعلنت واشنطن وسول إن روسيا زودت كوريا الشمالية بالخبرة اللازمة لبرنامجها للأقمار الاصطناعية وأرسلت مساعدات لمواجهة نقص الغذاء في البلاد. وعن حجم التجارة البينية بين الطرفين، فسجل حجم التجارة المتبادلة بين روسيا وكوريا الشمالية ارتفاعاً بمعدل 9 مرات خلال العام 2023، ليسجل حجم التجارة بين البلدين نحو 34.4 ملايين دولار.